كي قلت لك انا في الاول بالنسبه لنا احنا كفدرايه وطنيه لجمعيه امهات واولياء التلاميذ احنا ما كندخلوش في هذه الملفات. احنا دائما دوك الناس اللي كيخيطوا بخيط ابيض ما بيننا وما بين الاساتذه ديال وليداتنا ووزاره التربيه الوطنيه. احنا شريك، والشريك الحقيقي هو الذي يقوم بدور ايجابي ليس دور سلبي في هذا الباب. هذه الاضرابات كتضر بالمصلحه ديال التلميذات والتلاميذ. وحنا في البيان ديالنا نشدنا جميع الاطراف ان يستحضروا المصلحه العليا للتلميذ والمصلحه العليا للوطن، انه باش يتفتحوا قنوات الحوار في هذا الباب ويتحل هذا المشكل. ومصلحه التلميذ راه كيضمنها ليه الحقوق، حقوق الطفل وكتضمنها ليه الدستور وكيضمنها ليه جميع المواثيق الدوليه والوطنيه اللي كتضمن التعلم الذاتي. هذه تجربه دابا جديده على قطاع التربيه والتعليم، وهي فعلا التعلم الذاتي. التعلم الذاتي الى خدوا فيه تكوين الاساتذه والتلميذات والتلاميذ وعرفوا الاسر الاهداف ديالو، هو فعلا ناجح التعليم الذاتي. لان التعلم الذاتي التلميذ كيولي كيعتمد على نفسه ويعتمد على التعلمات بنفسه، ولكن خاصو يتوجه، خاصو يتكون، وخاص الاستاذ كذلك يكون تكون حتى هو كذلك، ويكون كيفاش كيمكن يقدم الدروس للتلاميذ في التعلمات الذاتيه. في التعلمات الذاتيه انه المقرر كيمكن يتقدم النصف ديالو مثلا داخل القسم اللي هو حضوري اللي هو اساسي خاصو يقدمه للتلميذ باش يفهمه، وتبقى المسائل الاخرى اللي هو خاص التلميذ يتابعها في المقرر في نفس الماده ذاتيا داخل البيت ديالو. هذا التعلم الذاتي اللي الان باقي ما تكونوش عليه التلميذات والتلاميذ، وباقي ما تكونوش عليه الاساتذه، ولكن هو مهم. هضرنا قبيله على الساعات الاضافيه، هو مهم، هو اللي يمكن يحارب هذوك الساعات الاضافيه والاجباريه، لان التلميذ كيولي يعتمد على راسو، كيولي يبحث على المعلومه، كيولي يمشي للانترنيت يبحث على المعلومه، كيولي هو كيقلب كيفاش يكون راسو. اذا التعلم الذاتي بالنسبه لنا احنا كاباء، ولا فهموا الاباء، بغينا الاباء يفهموه، هو راه مزيان للاباء، وخصوصا الاولاد ديالهم التلاميذ ديالهم وليداتهم يولي يتكونوا، يولي يستعملوا الانترنت للمصالح ديالهم اللي هي مهمه جدا في التعلمات الذاتيه. ما يبقاش يستعمل الانترنت للمصالح الاخرى او الاشياء الاخرى اللي يمكن تضر به في المستقبل. السؤال الاخير اللي عادي يبقى عندنا هو، انتم كجمعيه وطنيه بالنسبه لكم كيفاش تشوفوا هذه الاضرابات اللي واقعين، ولمن تتحملوا المسؤوليه؟ واش الوزاره او الاساتذه؟ بالنسبه لنا احنا كفدرايه وطنيه لجمعيه امهات واولياء التلاميذ بالمغرب، كنقول لكم وكيف قلنا احنا في البيان ديالنا بان هذه الاضرابات كتضر بالمصلحه ديال التلميذات والتلاميذ. وحنا في البيان ديالنا نشدنا جميع الاطراف ان يستحضروا المصلحه العليا للتلميذ والمصلحه العليا للوطن، انه باش يتفتحوا قنوات الحوار في هذا الباب ويتحل هذا المشكل. هذا ممكن يتحل، هذه المسائل كلها تحل بقنوات الحوار. وحنا دوله المغربيه لها هي اللي كتعطي النموذج في الحوار لدول اخرى، هي الدوله التي تعطي نموذج في الحوار والمائده المستديره لحل المشاكل. علاش حنا ما نجلسوش ونحلوا هذه المشاكل ديالنا، وباش ما تضيع مصالح ديال التلميذ ولا ما يضيع المصالح ديال كل طرف من الاطراف، نجلسوا نحلوا المشاكل، ولا ما يمكنش يكون التعنت في هذه الملفات. الا كان التعنت من جميع الاطراف، الا كان التعنت من جميع الاطراف غادي يضر المصلحه ديال التلميذ، ومصلحه التلميذ راه كيضمنها ليه حقوق الطفل وكتضمنها ليه الدستور وكتضمنها ليه جميع المواثيق الدوليه والوطنيه اللي كتضمن مصلحه ديال حقوق التلميذ. وعلاش حتى الدوله المغربيه الان كتعتبر القضيه ديال التعليم قضيه ثانيه بعد القضيه الاولى اللي هي قضيه الصحراء الوطنيه. سؤال اخير، الراي ديالكم في الاعتقالات اللي وقعت؟ كي قلت لك انا في الاول بالنسبه لنا احنا كفدرايه وطنيه لجمعيه امهات واولياء التلاميذ احنا ما كندخلوش في هذه الملفات. احنا دائما دوك الناس اللي كيخيطوا بخيط ابيض ما بيننا وما بين الاساتذه ديال وليداتنا ووزاره التربيه الوطنيه، احنا شريك، والشريك الحقيقي هو الذي يقوم بدور ايجابي ليس دور سلبي في هذا الباب. احنا اناشد جميع الاطراف، الاساتذه وليداتنا، والوزاره كتسهر على تطبيق البرامج التعليميه في القطاع، حتى هما ناس اللي كيشتغلوا وتطبقوا البرامج والمشاريع ديال الاصلاح. اذا خاصنا نجلسوا للحوار، لان الحوار هو اللي يمكن يحل لنا هذه الامور. هذه دابا الان كتعرف بان السنه الدراسيه قريبه تسالي، والسنه الحكوميه هذه المده الحكوميه قريبه تسالي، لان احنا دابا الان هذا التدبير ديال الحكومه الان ما بقى فيه الا واحد شهرين ولا شهرين ونص، لان كتعرف بان الانتخابات مقبله على الابواب. اذا هذا الملف خاصو نتحسم فيه، وكنشدوا رئيس الحكومه باش يتدخل
شخصيا والحكومه ككل وتحل هذا الملف باش يتحل باش نتهناو في هذه المشاكل كلها اللي مطروحه الان في الساحه التعليميه ونكبوا على تطبيق مشاريع قانون الاطار الذي يلزمنا ويلزم الجميع ونحن كاباء واولياء التلاميذ وكفدراليه وطنيه لجمعيه امهات واولياء التلاميذ كنقوموا بالعمليه التحسيسيه وسط الاباء والامهات